Ryan Lewis. Attenzione! Buon continuo! أول كرة غدارة بأقدام الرائع كوتينيو يدفعها مع جمهور سيرزاو في بداية المباراة. كوتينيو سحب هدف المنتخب البرازيلي في شباك المنتخب السويسري. افتتح فاغنر اللي وزع التغطية الدفاعية موجودة ضد الكوستاريكي والمحاولة لكن التغطية رائعة. يمشي نيمار اللي وزع لكن الحكم يخلي اللاعب ويليان يعاون والمرور ولا مخالفة للمنتخب البرازيلي. الحكم الهولندي بيورن كويبرز في خامس مباراة له بتاريخه مع المونديال يعطي مخالفة لسيرساو. إعادة للقطة هنالك مخالفة قام بها دافيد كوزمان. ويليان لكن كرة وين هذه هي التسجيل رائعة كامبوا بورخيس مورا وأول فرصة في المباراة لمنتخب كوستاريكا بعد مجهود خرافي من جامبوا لكن بورخيس مورا يصوب خارج الإطار بتعجب من أنيسونز خلاها وراه جابرييل جيسوس هنالك مخالفة نيمار يتعرض للإصابة علي التعليمات بنفس سيناريو مونديال 1966 بين البرتغال والبرازيل لما إيدسون أرانتس دون شيمان فيدو وفيدو والكرة في النهاية نادي التصويب لكن ويليان يخسرها الكرة يعدي هذه كرة وكالور نافاس لقطة رائعة نيمار يعدي والمخالفة نيمار جونيور دا سيلفا يمر امام فينيغاس والحكم الهولندي بيورن كويبرز يعلن عن المخالفه هاي امامنا ضاع فيها طبعا جامبوا نيمار يوزع براير ويز في السايد التوزيع حارس الريال امام جواو ميراندا اللي يعطيه مخالفه كويبرز الحكم الهولندي امامنا نيمار القائم الثاني تياغو سيلفا روسيا 2018 نيمار الغدار هذا علاش صنفته غدار لانه عنده طريقه مغناطيسيه في الانقضاض على الكره نيمار جونيور جامبوا مخالفة بالطبع ضد كاديش ما عندوش والتسلل طبعا واضح على جابرييل جيسوس فرحة برازيلية ما تمتش ونجم مانشستر سيتي كان بالوضعية الغير قانونية بيورن كويبرز قرار سليم للصافرة الهولندية جابرييل جيسوس في الرحلة للبحث عن الهدف رقم 11 للسيرساو هذه اللقطة والخطورة الزرقاء الموج الأزرق تصويب قوي من مارتشيلو بجانب كايلور نافاس هجومية البرازيلية والتصويب من كوتينيو معروف بقوة التصويب إن كان في ليفربول في انتر ميلانو أو كذلك في برشلونة نيمار يوزع سهل الكرة ويليان لكن وين يا ويليان جبار نيمار يوزع توزيعة رائعة ملكية من نيمار والراية الهولندية على جابرييل جيسوس هذه هي المناورات البرازيلية اللي في ويليان ضربة جزاء لا هنالك إعاقة لا يمكن أن يطالب بالفار ماذا يقول والكرة السريعة أورينيو رائعة منه وميراندا الكرة عند باولينيو يوزع كرة بعيدة فاغنر في المراقبة ولندن دافيد غوزمان اللي وزع
وكرة ومدرب من انتباه كوستاريكا وهذا نيمار نيمار ويسا ولكن الحارس كايلور نافاس اكسونامي برازيلي وتصديات لكوستاريكا بكل الاقتدار والبراعة اخطر هجمة برازيلية منذ بداية المباراة جابرييل جيسوس لباولينيو التوزيع من فاغنر ونيمار جابرييل جيسوس رايا يوزع ونيمار هذه هي فاغنر يوزع وبالراس كرة أولى من دافيد جوزا هجوم خطير للبرازيل باولينيو جول نيمار أمامه نافاس حارس الاختصاص هو القناص في هذه الكرة جابرييل جيسوس فيها جول في هذه الكرة نيمار وينو ديالو كوستا وهذه الكرة التصوير الخطير مش معقول غير مقبول يا نيمار كرة الدلال كرة الجمال رفضتها يا غدار يا سيليساو هدية ديبايا جول لا ضربة جزاء للمنتخب البرازيلي ضد اللاعب أوسكار أودو دوارتي ضربة جزاء للغدار نيمار تقلب كل هذا المشوار في حساب الدوت لنيمار نيمار الغدار لحسم الأمور وسلامة القرار لا يتراجع الحكم الهولندي وهذه كرة بالراس جول كوتينيو بدلالك يا كوتينيو بجمالك يا كوتينيو سر الكرة البرازيلية الحالية هو كوتينيو هو الامبراطور في هذا المشوار المغوار هو كوتينيو الثاني كاسيميرو الثاني جول بدلالك يا نيمار بجمالك يا غدار هو نيمار ساحب نهاية المشوار بفنياته نجم السامبا برقصاته يدهش المشاهدين نيمار عشاقه بالملايين بهدف رقم 56 البرازيل في عز النهار ينهي أجمل مشوار بكرة رائعة من دوغلاس كوستا المنتخب البرازيلي